فقرتنا الأخيرة. إيد بإيد سوريا أقوى هو الشعار الذي آمن به السوريون وعملوا على تكريسه قولا وفعلا من خلال مبادرات أهلية ومجموعات شبابية وضعت بصمتها الخاصة بفعل منهاج عمل محدد نفذته على أرض الواقع لتبقى سوريا قوية بتلاحمها مع شعبها. أكيد أريج على هذا النهج وعلى حب الوطن والرغبة في تقديم المساعدة لكل من تضرر من أبناء الوطن جراء الحرب على بلدنا الحبيب. من هذه الجمعيات فريق شباب بصمة إيد بإيد سوريا أقوى في محافظة طرطوس. لنتعرف على آخر نشاطاتهم وفعالياتهم معنا عبر الهاتف مديرة الفريق وهي مدرسة أيضا السيدة حمامة محمود. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. أهلا صباح النور صباح النصر. بالبداية خلينا نتعرف أكثر من حضرتك على الفريق وإمتى بدأ عمله والمجموعة يلي ساهمت بترك بصمتها على أرض الواقع من خلال نشاطاتكم. خير بداية اسمحوا لي أسلم على أصحاب الفضل في انتصاراتنا اليومية. السلام على أرواح شهدائنا الأبرار أكرم من في الدنيا وأنزل بني البشر والسلام على أسرهم الصابرين. سلام الله على جرحانا ونتمنى لهم بالشفاء العاجل إن شاء الله. والسلام الكبير لسيد الوقع سيد الرئيس بشار الأسد وعلى جنودنا جنود الجيش العربي السوري القابضين على الديناز في الميدان وعودي مأموني وآمني وسريعة إن شاء الله للمفقودين بإذن الله. بالنسبة لعيد إيد سوريا أقوى هو عمل متطوع لشباب متنوع بالأعمار شباب صغار كبار مختلفين. طبعا سمعنا على محبة الوطن وتقديم مساعدات مختلفة. نعم. المساعدة طبعا لجرحانا السؤال عني هو كان أهم شيء نسأل عليهم ونقدم لهم خدمات مختلفة إن كان أدوية ولا مستلزمات مختلفة حسب حاجة الجريح. طبعا بعد ما نزوره ببيتهم نشوف حاجاته الأساسية مقدم حسب الحاجة المطلوبة. طيب خلينا نحكي بشكل موسع من حضرتك عن الخدمات والدعم اللي عم تقدموه اليوم بمختلف جوانبه الإنسانية والمادية لجرحى الجيش العربي السوري لأبطالنا رجال الجيش العربي السوري اللي مهما قدمنا لهم يمكن ما منوافيهم جزء من حقهم علينا. أكيد طبعا بالنسبة للمساعدات الإنسانية هي بالدرجة الأولى عامل النفسي سؤال عليهم وزيارة ببيوتهم نقل للمشافي تقديم المساعدة المالية تقديم كل ما يلزم طبعا من أجل تخفيف معاناة لشبابنا الجيش العربي السوري إن كان طبعا ضمن مشافي أو كان ببيوتهم. فالحاجات مختلفة كل جريح حاجته شكل فحسب حاجته نحن عم نتواصل معه ومنأمنه ومنوصله إياها على بيته خدمة. نعم يعني كمان كان مؤخرا لكم في تصميم مصعد لأحد الجرحى وكان في غيرها من التفاصيل كثيرة اللي ممكن تدعموا فيها الجرحى من أبطالنا. خلينا نتعرف شوي على آلية عملكم وكيف بيتم التواصل مع الجرحى وكيف بيتم دعم كل حالة. تماما هلا نحن من خلال طبعا أرقام هواتفنا والتواصل عبر الفيسبوك على صفحتنا أو أو عبر المشافي العسكرية لأنه نحن عندنا تواصل وزيارة بشكل مستمر للمشافي العسكرية. فنحن بنشوف الجريح وبناخذ معلومات منه بنشوف وضعه وشو حاجته بنأمن له الحاجه المطلوبه. المصعد كان في احد الجرحى حالات شلل رباعي كان له 8 شهور ما في ينزل من بيته فنحن حاولنا نخفف معاناته قررنا نصمم هذا المصعد والحمد لله صار في امكانيه للتنقله للمشافي ومراجعته لاي مكان بحب يروح يكون عليه. التواصل مستمر والخدمه مستمره مع شباب الجيش العربي السوري وان شاء الله يا رب هيك بنقدر نامن اكبر حاجه ممكنه واكبر خدمه ممكنه ان شاء الله للشباب. أكيد خلينا نحكي معك عن نشاطاتكم وفعالياتكم القادمة يمكن عملكم ما بيتوقف في جهود كتير كبيرة عم تقوموا فيها ومتابعة مستمرة. خلينا نحكي عن نشاطات القادمة اللي عم تحضروا لها هلا. طبعا نحن في عنا أجهزة صممناها أجهزة اسمها هبوط القدم لما بيكون جريح عنده حالة عصبية أذية عصبية فنحن صممناه وفق المواصفات العالمية وصنعناه وعم نوزعه على الجرحى اللي عندهم هي الإصابات. في طاولة وقوف لحالات الشلل السفلي والرباعي كمان عم نأمنها مو بس لمحافظة طرطوس نحن نشاطاتنا لكل المحافظات. في عنا فريق متوزع بالمناطق بالمحافظات عم نوصل هاي الاحتياجات للجرحى. في الادويه اللي ما متوفره احنا عم نحاول نجيبها كمان قسم منها من برا وفي قسم منها
لما ما بتتوفر من المديرين نحن عم نأمنها بشكل دوري. طبعا في جرحى عندهم بشكل دوري بشكل شهري دوام مستمر، فنحن عم نكون بتأمين هالمواد هيدي. نعم، يعني نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق ودائما هالدعم مقدم لجرحى أبطال الجيش العربي السوري ظل مستمر، وأكيد هن بفضل صمودهم وأسرارهم على الحياة عم يتغلبوا على كل إصابتهم، وهن عم يكونوا موجودين حتى عم يقدموا، يمكن يكون في لهم مشاريع إنتاجية حتى، وكل شخص وكل جريح حسب حاجته. نحن نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. بدنا نتشكرك كثير، واكيد مثل ما قلتي اريج بدنا نوجه التحيه لكل رجال الجيش العربي السوري والجرحى الجيش العربي السوري اللي احنا متواجدين اليوم بفضل تضحياتهم وانتصاراتهم المتتاليه. وقبل ما نختم مشوار